في رد عنيف على اتهامات بالفساد وجهها له منافسه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وصف مسعود ولد بالخير رئيس مجلس النواب الموريتاني الجنرال عبد العزيز بأنه أكبر مفسد في موريتانيا. الجنرال في الحقيقة متهور وقلق بما جعل فيه نفسه، لأن كل أنصاره تخلوا عنه، وهو يشاهد هذا الجزر الغير منتظر.